ازاي انا بنفسي اعمل خليط ايس كريم للماكينه السوفت. طبعا احنا بنتكلم عن الماكينات السوفت، الخليط ده ما ينفعش نعمله في البيت، ما ينفعش نعمله للماكينات الهارد. مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوفونا فيه. وعدناكم في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا هنتكلم عن طريقه تحضير بودر الايس كريم او طريقه تحضير سائل الايس كريم السفن. حسب المكان اللي انت موجود فيه هتلاقي خيارات كتير، في بيبقى بودر جاهز على التحضير، وفي سائل جاهز لوضعه في الماكينه، او ممكن تحضره يدوي. ايه الفرق بين الطرق دي كلها؟ ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده ان شاء الله. اول طريقه واهم طريقه واللي الناس كلها حابه تعرفها الطريقه اليدوي، ازاي انا بنفسي اعمل خليط ايس كريم للماكينه السوفت. طبعا احنا بنتكلم عن الماكينات السوفت، الخليط ده ما ينفعش نعمله في البيت، ما ينفعش نعمله للماكينات الهارد، ده خليط للماكينه السوفت. خليط الماكينه السوفت يعني بيكون الموضوع اذواق، كل واحد بيعمل حسب ذوقه، حسب التست اللي هو عايز يعمله، حسب التكلفه، لان بتفرق كتير من تكلفه لخامات معينه، بتفرق كتير معايا في السعر النهائي للخليط. طيب الاساس بيكون ايه؟ الاساس عندي بيكون لو انا هنتكلم عن الفانيليا بشكل اساسي، لان ده اللي كل الناس بتحب تتميز فيه، بيكون عندي دي مقادير تقريبيه، ممكن تزيد ممكن تنقص حسب الذوق العام. فمثلا لو هنحضر هنستخدم 5 كيلو لبن حليب كامل الدسم، طبعا بنضيف عليهم 4 لتر ميه تقريبا، 4 لتر ميه معاهم 200 جرام لبن بودر كامل الدسم، معاهم 50 جرام او 5 جرام بس فانيليا مركزه. طبعا في انواع فانيليا كتير، في البودر في السائل، فاحنا بناخد النوع المركز، ومعاهم 3 كيلو سكر. ده بيبقى الاساس. حسب التفضيل الشخصي ممكن ازود في اللبن البودر، ممكن ازود في لبن الحليب، ممكن اقلل في السكر، لكن ده بيكون الاساس. في ناس بتحب تضيف كريمه. طيب لو انا عايز محتاج بقى اعمل فراوله، مانجا، شوكولاته، انا خلاص عندي الاساس، بدل ما بحط طعم الفانيليا بقلل في الحليب نفسه وبزود عصير مانجا او عصير فراوله. ولكن بتواجهني مشكله وهي اللون. طبعا مهما حطيت عصير مانجا بيفضل اللون معاك اصفر فاتح جدا، والفراوله نفس النظام بيبقى معاك اللون مش اللون الاحمر اللي انت عايز توصله، فبتضطر انك تحط الوان صناعيه. بتضيف بقى على 10 لتر ممكن حسب نوع اللون وجودته، ممكن تضيف من اول 5 جرام لحد 30 جرام حسب اللون المطلوب، حسب درجه اللون المطلوب. طيب انا حبيت ان انا اعمل البودر، اعمل خليط السوفت بنفسي كل يوم، او العامل يعمله، انا بكتب له الطريقه ويعملها، ايه المشاكل اللي بتواجهني؟ اولا بتواجهني مشكله كبيره جدا، وهي عدم ثبات المواد الخام. انا النهارده في نوع معين مثبت موجود، بكره ممكن مش الاقيه، فاضطر اغير المقادير بتاعتي تاني، وهكذا في المواد الملونه، هكذا في النكهات لو انا هستخدم نكهات صناعيه. فبالتالي انا الجوده مش ثابته، انا المفروض ان انا بقدم للعميل بتاعي جوده ثابته كل يوم. وبرضه لو العامل اخطا في مقدار من المقادير، في النهايه النتيجه ان الجوده مش كل يوم ثابته. كمثال للتحضير، لو انا عندي 5 لتر حليب كامل الدسم محتاجه اعمل منهم ايس كريم فانيليا، فانا هضيف لهم 4 لتر ميه، هضيف لهم 200 جرام حليب بودر كامل الدسم، هضيف لهم نص كيلو مثبت، هضيف لهم 5 جرام فانيليا. ايه هو المثبت؟ طبعا المثبت بيكون داخل في تصنيعه مواد كتير زي الجيلاتين او السي ام سي او اكتر من مسمى للمثبت. في مثبتات مشهوره للايس كريم السوفت، لان طبعا الايس كريم السوفت بيختلف عن الايس كريم الهارد في نوع المثبت. كميه المثبت اللي بنحطها بتعتمد على حسب نوع المثبت اللي متوفر عندك، ممكن 300 جرام يكونوا كفايه جدا من نوع معين من المثبت، ممكن نص كيلو ما يكونش كفايه جدا من نوع معين من مثبت اخر. طيب الاختيار الثاني وهو بودر الايس كريم الجاهز. بودر الايس كريم الجاهز موجود منه انواع كتير جدا، في انواع بحتاج اضيف عليها لبن وخلاص كده انا تمام، يكون عندي مثلا 10 كيلو بودر واضيف لهم كميه معينه من اللبن، او لو هناخد على سكيل صغير 1 كيلو من البودر واضيف له كميه معينه من الحليب او من الميه. في انواع بودر بتشتغل على الحليب، وانواع بودر بتشتغل على الميه. في انواع بودر بحتاج احط معاها سكر، وفي انواع بيكون جاي بالسكر بتاعه. ميزه استخدام البودر ان انا كل مره ضامن ان انا هاخد نفس النتيجه بنفس المعيار بنفس اللون، مش محتاج اتعب نفسي او ارهق نفسي ان انا ادور على الوان واظبط لون المانجا او اظبط لون الفراوله او اظبط طعم الشوكولاته او طعم الفانيليا، هو كده كده ثابت. واحد من انواع خليط البودر اللي بنرشحها دايما اللي هو بودر جولدن شيف. بودر جولدن شيف يميز
عن اي بودر تاني، ان انت مش محتاج تضيف ليه حليب، مش محتاج تحط سكر، مش محتاج تحط اي اضافه تانية، بس الميه بتكون كفايه انك تحضر الايس كريم بتاعك. خلال 3 دقايق بيكون الايس كريم زي ما هنشوف دلوقتي طريقه تحضيره. كل اللي احنا محتاجينه، هنحتاج على محتوى الكيس كامل من 2 لـ2.25 لتر ميه، او لو انا حسب ده حاجه ترجع للتفضيل، هو بيشتغل بميه فقط لا غير. لو محتاج ادخل الحليب ممكن ادخل الحليب في حاجات زي الفانيليا، زي الشوكولاته، زي المانجا، ممكن ادخل لتر حليب ولتر وربع ميه، مش اكتر من كده. مش محتاج احط لترين حليب، مش محتاج احط سكر، هو بس محتوى الكيس على 2.25 لتر ميه، وبنقلبهم سواء في الخلاط سواء بمضرب يدوي زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. في خلال 3 او 4 دقايق بيكون الخليط عندي جاهز. من 15 طعم الايس كريم السخن، ودي حاجه مش متعودين عليها. متعودين دايما الاختيارات الكتير بتكون موجوده في الايس كريم الهارد او في ثلاجه الايس كريم الهارد، انما السوفت متعودين شوكولاته فانيليا مانجا فراوله، مفيش اكتر من كده. لكن مع جولدن شيف معانا ده مثال ايس كريم بطعم القهوه، ايس كريم بطعم الفستق، ايس كريم بطعم التوت الازرق، ليمون ونعناع، اطعم جديده والوان جديده مختلفه تجذب الانتباه اكتر.